ظاهرة التشبه ظاهرة منتشرة، نعم ما ننكر هذا الشيء. هل هي ظاهرة اجتماعية، مرضية، أخلاقية؟ كل واحد له وجهة نظر. جيت لهم اليوم في زنزانتهم وبسمع منهم شنو مشكلتهم وش اللي يعبكم. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. شو اللي يعبكم؟ أنا قضية تشبه. نحكم سنة. زين. إي وخلصت الحين 6 شهور وناطر أطلع. أول مرة تدش؟ إي أول مرة. إحنا سولفنا قبل. قلت لي إن أنت كنت في أمريكا عايش. عدل صح. إي دام ديرتي ما توفر لي هذا الشيء فطبيعي راح أطلع. شنو هذا الشيء اللي أنت تبيه؟ اللي هو الحرية، حريتي الشخصية. أنا ما أحب لا شغل يعني فيني، هذه حريتي الشخصية. ورحت أمريكا؟ إي ورحت أمريكا يعني صراحة أمن وأمان واستقرار. وليش رديت؟ شوية رديت لأن عندي أوضاع شوية مادية وكذا كذا، فرديت أساسا أضبط أموري وأرجع إن شاء الله. المادة هي اللي جابتك؟ أيوة. زين وبعدين؟ وبس إن شاء الله راح أرجع ثاني مرة عندهم. وتستقر هناك يعني تبي تقعد؟ إن شاء الله إن الله راد إن شاء الله. ما تبي تقعد هنا؟ لا طبعا أكيد. وأنا طبعا مو أول حالة ولا آخر حالة، يعني كل أصدقائي اللي نفس وضعي تشبه كلهم هناك مهاجرين بأمريكا ومستقرين أمورهم طيبة وكل شيء تمام. أنت شنو تتمنى يعني؟ شنو تبي؟ شنو تبي توصل؟ أنا أتمنى يعني أنا أتمنى إن أنا دا ما ضريت أحد وما قرب صوب أحد، إن ما حد يقرب صوبي باختصار يعني. بس أنا ما ضريت أحد ولا قتلت أحد ولا تعديت حدودي على أساس إن يعني أمسك وتبهدل هالبهدلة اللي ما لها داعي، اللي أنا أشوفها أساسا يعني هذا كلش مو علاج، يعني كلش مو علاج، يعني هذا بهدلة أكثر ما هو علاج. أنت تعتبر نفسك مريض؟ هو موضوع التشبه أنا أشوفه هو مرض، حالة أي حالة حال أي مرض ثاني، إنفلونزا أي شيء ثاني مرض ومعروف. يعني إحنا من عمر يعني نعرف إذا الإنسان مرض يروح مستشفى ما يروح سجن. هذه جديدة أنه تم يعني تمرض تروح مستشفى ما تروح سجن، يعني هذه قريبة عندنا بالكويت إحنا.